هقول لك على اللي حصل معايا انا، عمرها ما حصل بالعكس خالص. ده يعني مستر نجاري مثلا ما كانش يحب ننزل الملعب الا اذا كان في مشكله كبيره يعني. ومستر كوبر لو هو يعني دايما كان يقول لي استنى ما تنزلش الا اذا في حاجه برضه. ساعات بحس كمشاهد ان ده بيحصل، بس الحقيقه ما اقدرش اقول خالص ان ده بيحصل، ما اقدرش اجزم ان ده بيحصل طبعا. انما في الكوره زي ما بقول لك انا كمشاهد ممكن يبقى ليا اراء، بس ما اقدرش. انا عمرها ما حصلت معايا في الشغل. لو حس ان جهازته بيضيع وقت، هو اصلا دي في القانون يعني في واقعه حصلت اظن مع الدكتور فريد رضوان في سيراميكا، وكان لولا ستر ربنا يعني وبصراحه شطان الدكتور فريد كان ممكن تحصل مشكله كبيره. انا بيلي بيبلع لسانه في الملعب ومفيش دكتور عشان الدكتور طرد. بس برضه بصراحه يعني حاجه انا اسف يعني حاجه تضحك يعني. شفتها مره وانا في قطاع ناشئين في النادي الاهلي، شفتها كنا بنلعب فريق والحكم طرد الحقيقه الدكتور، بس ساعتها كان الحكم ذكي جدا ان هو طرده بره الدكه، بس قال له تفضل يعني قريب في مكان معين علشان لو حصل حاجه تقدر تسعف اللعيبه يعني. قانونا ما ينفعش تطرد ومفيش بديل يعني، دي طبعا دي حاجه. تاني حاجه الحكام مثلا في افريقيا مقتنعين تماما ان دول الشمال بتضيع وقت، فبالتالي في موقف والموقف ده انا اشتكيته يعني اشتكينا رسميا في اول ماتش في كاس الامم لما احمد حجازي كانت مناخيره مكسوره والدم مغرق الارض والحكم كل همه ان احنا لازم نطلع بره ما نضيعش وقت. الحكم ده المفروض ان هو كان يصنف ان هو من احسن حكام في افريقيا وحكم النهائي، وانا قدمت فيه شكوى رسميه، وكان الرد بعد اول ماتش انه مش هيعمل كده تاني، يعني اللي هو احنا قدمنا الشكوى ان حصل كذا 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 كذا، ووريت صور ووريت الفيديو ان انا مش قادر اسعف اللاعب لان الحكم فاهم ان احنا بنضيع وقت. وكان الرد انه اتوجه له لفت للموضوع ده، والمفروض ان هو ما يتكرمش معانا تاني، وفعلا في النهائي هو كان في اي اصابه كان بيديني وقت يعني. اتعرضت لموقف تاني جوه البطوله ما كانش اليوم، لا كان حكم تاني وكان مديني وقت جدا، بس هو ده اتيتيود ملوش دعوه بجهاز الطبي، ده اتيتيود اللعيب وقت. احنا بنقعد كتير قوي، انا عمري ما شفت حكم بيستعجل دكتور في انجلترا او في اسبانيا، عمري ما شفت حكم بيستعجل دكتور خالص، بس لان الناس الاتيتيود بتاعها ان الجيم لازم يمشي. واصلا انا فاكر جدا في كاس العالم اتكلمت مع الحكم بعد الشوط الاول لانه طارق كان في كاس عالم عندنا فيديو اسيستد ميديكال ريبلاي، كان روبن بونز كان قاعد فوق معاه ايباد بيعيد الماتش ابطا، فبيقدر يشوف كل حاجه اللقطات تانية ويعيدها ويقول لي في اير بيس. فقال لي ان طارق واخد خبطه جامده جدا وطارق نايم على الارض دقيقتين، احنا بنلعب ناقصين طارق حامد، وطارق في الماتش ده لو ماتش جوي ما قدرش يكمل الماتش، اتغير في اول دقيقه في شوط تاني. الحكم كان رايه ان الخبطه دي لا تستدعي ان هو ينزل الجهاز الطبي. فهو الفكره كلها هو اتيتيود عام، انا مش شايف ان الجهاز الطبي ليه يد في الموضوع قد ما هو اتيتيود عام. فكره يعني اضاعه الوقت او فكره دي بالنسبه لنا هنا في مصر دي تول او اداه انت ممكن تستخدمها، بس هو الحقيقه ان في الكوره مش المفروض انك تستخدم الاداه دي خالص. ما عندناش رقم اللي هو عدد الدقائق الفعلي، بس كمان المعلومه اللي عندي ان عدد الدقائق الفعلي في اوروبا هو من 53 ل 65، من 53 دقيقه ل 65 دقيقه. انا فنيا مش هقدر اديك رايي، بس بدنيا او طبيا اكيد ان لما بنلعب فرق برتم عالي بنتعب، بس ببساطه يعني.